بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بدنا نستأنف محاضراتنا في الذكاء الاصطناعي في مساق السياس. CS CI 4304 مساق الذكاء الاصطناعي. طبعا حنحكي اليوم عن فزي Expert System Case Study. طبعا احنا المحاضرة الماضية حكينا عن طريقة الاستنتاج في الـ Expert System، وحكينا عن طريقتين، حكينا عن السوجينو حكينا عن الممداني فازي انفيرنس، وحكينا عن السوجينو، وانه حكينا انه كيف الفرق بيناتها في الاستنتاج. اليوم ان شاء الله بدنا نكمل في الكيس استدي، فبدنا ننتقل لها مباشرة. هذه هي الكيس ستدي، اللي هو انه بناء فازي اكسبرت سيستم من الصفر. كانت الحالات السابقة او المسائل السابقة انه انا في عندي الفازي سيتس جاهزة والفازي رولز جاهزة، ولكن في هذا المثال انه احنا بده يتم هذا الكلام بناؤه من الصفر. طبعا الكيس ستدي بتحكي عن سيرفيس سنتر، مركز خدمات او مركز صيانة بيحتفظ بالسبيرز السبير بارتس، يعني قطع غيار، وبيعمل إصلاح أو تصليح للأجزاء المعطوبة. تمام، الكاستمر بيجيب القطع المعطوبة اللي موجودة عنده وبيستلم بدلها مباشرة واحدة من قطع الغيار اللي تم إصلاحها سابقا. طبعا القطع المعطوبة اللي جابها الكاستمر إنه بيتم إصلاحها في المركز، تمام، وبيتم وضعها على الرف عشان انه تصبح سبير مرة تانية، ويجي كاستمر تاني او زبون تاني انه هو يستخدمها او ياخدها. تمام، والهدف هنا انه احنا بدنا نعمل ادفايس للمانجر انه كيف انه نخلي السيرفيس سنتر، تمام، انه شغال بسياسة معينة، تمام، بحيث انه نحقق الهدف انه الكاستمر يكون ساتسفايد. طبعا الكاستمر يكون ساتسفايد يعني انا ككاستمر انه انا بكون مبسوط اذا انا لقيت خدمة جيدة. الخدمة الجيدة انه بتكون انه انا يعني انه انا اجيت ولقيت قطعة الغيار اللي انا بدي اياها بدون اي انتظار. فخلينا نشوف. الخطوات عشان احنا نبني هذا الفازي اكسبرت سيستم، انا في عندي مجموعه من الخطوات. الخطوه الاولى بدنا نحدد ايش هي البروبلم، وبدنا نحدد ايش هي اللينغويستيك فاريبلز. الخطوه الثانيه بدل ما حددت الفاريبلز على طول بدي احدد الفازي سيتس. في الخطوه الثانيه لكل فاريبل بدي احدد الفازي سيتس زي ما حنشوف الان. الخطوه الثالثه والمهمه وشديده الاهميه انه بدي اعمل استنباط للفازي رولز. استنباط للفازي رولز انه انا بدي اعتبر حالي انه انا دومين اكسبرت، وبدي احكي انه لما يكون في كذا بده يصير كذا، ولما يكون هذا سمول هذا بده يكون لارج. بهاي الكيفية سابقا كانت فينا عندي الفازي رولز جاهزة، وكنا نحكي مثلا اذا كان البروجكت ستافينج از لارج فبالتالي الريسك از هاي،
يعني اشياء من هذا القبيل، انه بتكون انه الدومين اكسبرت هو حدد لي اياها. الان انه انا بدي يعني اجتهد، وانه انا بدي احط اكسبرت او فازي رولز بنفسي، الان بعد ما تحددت الرولز بدي اعمل عمليه الانكودينج في الخطوه الرابعه، تمام، للفازي سيتس والفازي رولز، وبعمل بروسيجر عشان انا اعمل فازي انفيرنس للاكسبرت سيستم. طبعا الاستنتاج هذا اللي تم عمله باستخدام الفازي سيتس والفازي رولز اللي تم تحديدهم، بده يتم عملية استنتاج لإله، انه انا اعمله ايفاليويشن هنا في الخطوة الخامسة، واشوف كيف اداء النظام. والله في انا عندي مشكلة او في اداء مثلا سيء، مثلا هل انا ممكن اعدل في الفازي سيتس، هل انا ممكن اعدل في الرولز، ايش الشغلات اللي انا ممكن اسويها، هل انا ممكن اعدل في آلية الاستنتاج، استخدم ستايل تاني مختلف مانداني ولا سوجينو بهذا الشكل. خلينا نبدأ فيهم واحدة واحدة. هاي الخطوة الأولى، ستيب رقم واحد، أنا بدي أحدد الـ problem variables، تمام، وبدي أحدد بدي أحدد المشكلة وأحدد الـ linguistic variables في الخطوة الأولى، تمام. هذه هي الخطوة الأولى، بدي أحدد الـ problem وبدي أحدد الـ linguistic variables. طبعا إحنا مدام نحكي على سيرفيس سنترز، انه احنا الفاريبلز موجوده عندي، فينا عندي اربع انواع من الفاريبلز المختلفه. الفاريبل الاول عاده انه لما يكون فينا عندي انتظار في طوابير، او انه انا عندي كاستمرز بيجوا عندي يعني بيتلقوا خدمه، بدي استخدم هذا الفاريبل اللي هو الافريج ويتنج تايم او المين ديلي، اللي هو بدنا نرمز له بالرمز M. وهذا الفاريبل مستخدم في نماذج عديدة، يعني مثلا على سبيل المثال بدي أنا أقيم أداء بنك، وإنه هل الكاستمر ساتسفايد ولا لا. البنك أكيد فيه طوابير، فبالتالي الأفريج ويتنج تايم قديش متوسط الكاستمر إنه هو بنتظر عشان يتلقى الخدمة تبعته، إنه هذا فاريبل كتير مهم. فبالتالي أي شغلة فيها يعني التعامل مع الزبائن أو تعامل مع الناس أو تعامل مع مثلا مسافرين أو تعامل مع مرضى في عيادة، أكيد أنه هذا الفاريبل أنه أنا بدي أخده بعين الاعتبار، تمام. الفاريبل الثاني اللي هو الريبير يوتيلايزيشن فاكتور، تمام، للسيرفيس سنترز، وبدنا نحكي أنه هو بي. طبعا الريبير يوتيلايزيشن هو عبارة عن مدى استغلال للقطاع الغيار اللي تم صيانتها في السنتر. طبعا انا بيهمني انه تكون انه اليوتيلايزيشن الكفاءة تبعتها انه الاستغلال تبعه عالي بهذا الشكل. وبالنسبة للمين ديلي، انا بيهمني انه يكون المين ديلي للكاستمرز انه منخفض، انه ما ينتظروش كتير، واليوتيلايزيشن عالي، تمام. طبعا هنا بضل انا عندي شغلات اللي انا ممكن العب فيها، اللي هو number of servers s، اللي هو عدد العمال اللي بيعملوا صيانه، تمام، والinitial number of spare parts اللي هو العدد المبدئي او الاولي للspare parts. طبعا انا كسيرفيس سنتر initially انه انا بكون عندي already مجموعه من spare parts، تمام، من قطع الغيار اللي موجوده اصلا موجوده على الرف، تمام، وبكون فينا عندي مجموعة من العمال. هذه أنا ممكن أنا أتحكم فيها إنه هذا أزوده، تمام، أو أنقصه، وهذا نفس الشيء إنه أنا ممكن إنه أزوده أو أنقصه، بحيث إنه أنا أحقق هدول الشغلتين الاثنين، تمام. طيب الآن مدام إنه حددنا الـ variables، بدنا نيجي نحدد الـ linguistic variables والـ range تبع كل واحد منهم. نيجي للفاريابل الاول اللي هو المين ديلي، تمام. المين ديلي ما دام انه هو التايم، هو ممكن يكون انه انا في عندي very short short medium، تمام، وممكن انه احنا نرمز لها بهذه الرموز اللي هي s، تمام، vs عفوا s m. طبعا هنا انه احنا عملنا normalization للرينج بشكل مباشر، ما جيناش اطلعنا انه والله اذا انا انتظرت من
دقيقة إلى خمس دقائق حيكون إنه very short، وإذا انتظرنا من خمس دقائق لعشرين دقيقة إنه حيكون كذا. فبالتالي إنه عملنا normalization للرينج من zero ل 0.7 لأقصى شغلة أنا موجودة أنا عندي بشكل مباشر. فبالتالي إنه أنا بصير مش معني كتير قديش أنا قيمة التايم أنا عندي في هاي المسألة، يعني إنه ممكن نلجأ لهذا الأسلوب إذا أنا كنت يعني إنه بديش إنه أنا أقع في إنه مثلاً إنه الرينج قديش الرينج تبع الفيري شورت، هل هو من لغاية عشر دقائق مثلاً إنه هذا بنعتبره فيري شورت ولا لغاية ربع ساعة؟ فبالتالي هذا ممكن يكون إنه محط جدل في الموضوع. لكن إنه إذا عملنا normalized range إنه لغاية point 3 إنه هذا إحنا بنعتبره إنه very short، تمام؟ لاحظ إنه أنا في عندي تداخل هنا بين ال very short وال short، لأنه هذا من 0 ل point 3، هذا من point 1 ل point 5 بهذا الشكل، تمام؟ طيب نيجي نطلع على ال variable الثاني اللي هو number of servers. طبعا انه ما دام انا عندي عدد فبالتالي بيكون small medium large SML. طبعا احنا بدنا نميز بين الاس اللي هنا والاس اللي هنا، هنا short وهنا small، وهي ال normalized range تبعهم. ال utilization factor، طبعا انا عندي عملية استغلال ال repair center او عملية الاصلاح، انه انا عندي منخفضة low medium high او LMH، وهي الرينجز تبعتهم. والنمبر اوف سبير بارتس ان، هذه فيها تفصيل كتير، انه انا بديت هنا مدام هذا نمبر انه بده يكون very small، small rather small، medium rather large، large very large، بده يكون vs as rs rather small m rather large، large very large. لاحظ انه linguistic variables هنا تداخل بيناتها كبير والتفصيل فيها كتير، وهي normalized range واضح انه التداخل انا عندي موجود، انه انا عندي هنا من 0 ل 30، هنا من 0 ل 40.4 يعني، تمام، وهنا من 25 ل 45، واضح التداخل بشكل كبير. هذا الكلام حيبين في الرسمة عندي. طيب خلاص حددنا الخطوة الأولى، حددنا الـ variables وحددنا الـ linguistic variables. نيجي للخطوة الثانية اللي هي بدنا نحدد فيها الـ fuzzy sets. طبعا الـ fuzzy sets انه انا ممكن في عندي يعني اشكال عديدة ممكن انه انا استخدمها، تمام، لكن انه الـ triangle او الـ trapezoid يعني غالبا بيتم استخدامهم. ليش؟ لانه في عندهم representation كافي ل يعني لل expert knowledge، تمام، وفي نفس الوقت بتعمل simplify لل computation. طبعا triangle بتكون انا عندي بالشكل هذا زي هيك، تمام، وترابازويد انه ممكن تكون بهذا الشكل زي هيك، تمام. طبعا الترابازويد ممكن تكون انه اخذ منها جزء لو كانت انه انا عندي انه تكون مثلا انه تبدا من البدايه، فبالتالي انه حتكون زي هيك، تمام، بهذا الشكل. فبالتالي انه انا مش ماخذ كل الترابازويد، انا ماخذ جزء منها، او ممكن تكون في الاخر انه بتكون انه العكس الرسمه. طبعا هذا الكلام انه حيوضح. طبعا هذه الاشكال احسن بكتير ما انه انا استخدم الاشكال المنحنيه يعني زي هيك، تمام، انه بيكون انا عندي زي هيك انه الاشكال المنحنيه هذه، انه تريانجل انه بتسرع الكمبيوتيشن بشكل افضل بكتير يعني، وفي نفس الوقت انه في لها ريبريزنتيشن كتير ممتاز للدومين للاكسبرت نوليدج. طيب نيجي الآن لتمثيل هاي الشغلات باستخدام الفازي سيتس. فبالتالي أنا اللي بدي أحدد الفازي سيتس عادة، يعني أنا بستخدم في الفازي سيت اللي في المنتصف بستخدم لها تريانجل اللي هنا في المنتصف، هاي إن أنا استخدمت تريانجل بالرينج اللي أنا موجود أنا عندي. لاحظوا أن الرينج أنا ببدأ من بوينت واحد لبوينت فايف بهذا الشكل. فبالتالي أنا عندي بتكون البيك أنا عندي في المنتصف هنا عند البوينت
ثلاثة، تمام؟ هذا استخدمت له شكل الترابزويد، وهذا استخدمت له شكل الترابزويد بهذا الشكل، تمام؟ نيجي للشكل الثاني برضو نفس الكيفية، إنه أنا عندي هنا استخدمت تريانجل في الميديم، تمام؟ وهنا إنه الرينج إنه بيبدأ من بوينت 3 لبوينت 7، والبيك أنا عندي بتكون في المنتصف، واللي أنا عندي على الأطراف استخدمت الترابزويد اللي هي في المنطقة هاي والمنطقة هاي. لاحظوا إنه المنطقة هاي إنه أنا في عندي تداخل بين التو فازي سيتس أو التري فازي سيتس بين السمول والميديم، إنه في المنطقة هاي، والميديم واللارج في المنطقة هاي. أوكي، أما بالنسبة لليوتيلايزيشن فاكتور، ففي أنا عندي ثلاث فازي سيتس، ثلاث مجموعات ضبابية، الميديم تريانجولر، وهذه ترابزويد. ولاحظ إنه أنا عندي لأنه الرينج تبعها من 0 لغاية 0.6، إنه الرينج تبعها إنه كبير بهذا الشكل، والتداخل أنا عندي كبير في بين اللارج والميديم والميديم والهاي بهذا الشكل. أما الـ number of spare parts، هذه كان فيها تفصيل كتير، زي ما انت ملاحظ هنا انه كلهم triangular ما عدا الطرفيات عبارة عن trapezoid بهذا الشكل. هنا very very small small rather small medium rather large large very large. لاحظ مقدار التداخل كبير جدا بين اكتر من fuzzy set، يعني ال very small وال small في تداخل انا عندي في المنطقة هذه كلها، كذلك الـ very small مع الـ rather small في عنده تداخل في المنطقة هاي بهذا الشكل. فالتداخل بين الـ fuzzy sets كبير جدا وفي تفصيل كبير جدا. طبعا هذا الكلام راح نتطرق له فيما بعد في الـ evaluation، انه هل انه كويس انه انا اخلي انه عملية التداخل بيناتهم انه كتير زي هيك، ولا شو اسوي بالضبط. تمام، اوكي. طيب نيجي للخطوة الثالثة اللي هي عملية استنباط الفازي رولز. طبعا استنباط الفازي رولز، طبعا انه انا ممكن انا استعين باكسبرت عشان انا انجز هاي المهمة، تمام، واسأله كيف احنا ممكن انه يعني انه نستنبط رولز معينة، او هل في قواعد معينة، او انا ممكن اجتهد بنفسي انه انا اشتغل كنوليدج انجينير واستخرج هاي الرولز من عدة مصادر. ممكن تكون انه هذه من كتب تحكي عن يعني مثلا خطوط الانتاج في يعني يعني في في يعني مثلا في مراكز خدمة الزبائن، او مثلا في مراكز التصليح، تمام، او من الداتا بيزز، انه انا بعتمد على الداتا الكمبيوتر داتا بيزز لعمليات التصليح السابقة، تمام، او من خلال الاوبزرفيشن، يعني هاي انا بدي اشتغل فيها بالطريقة هاي، انا بنفسي بروح بعمل يعني بجلس في 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 الريبير سنتر وبروح بعمل اوبزرفيشن للبيهيفيور كيف بيصير، ومتى هذا بينقص ومتى هذا بيزيد، وانا بروح بستخرج الرولز هاي بنفسي. فزي ما انت شايف انه انت بنفسك ممكن تجتهد وتطلع الرولز هاي. طبعا الرولز هاي اللي هتطلع ربما تكون مش بيرفكت، مش انه مش كاملة، فعشان هيك انه الخطوة اللي بعديها هتكون انه نعمل ايفاليويشن لهاي الرولز. نشوف الرولز اللي طلعت معي. في انا عندي حاجة اسمها سكوير فام ريبريزنتيشن. سكوير فام اللي هو فازي اسوشيتيف ميموري. في الفازي اسوشيتيف ميموري انه انا بروح ممثلهم، انا عندي زي هيك، انا عندي هنا الاس، هذا هو عبارة عن، خليني انا استذكر ايش هو الاس، هو عبارة عن النمبر اوف سيرفرز،
تمام. والأم هذا عبارة عن المين ديلي، طبعا الفازي سيتس ان انا عندي المين ديلي انه فيري شورت شورت ميديوم، و النمبر اوف سيرفر سيرفرز اللي هو سمول تمام ميديوم لارج. طبعا هنا اللي بكون انا عندي موجود في المنتصف انه انا بدي ارجع اطلع على هاي الرولز اللي هنا اعتقد انه موجوده في السلايد اللي هو اعتقد انه الان اللي هو number of spare parts. فبالتالي أنا عندي الانبوت أنا عندي الام والاس تمام، والاوتبوت هو spare part. لاحظ إنه أنا عندي utilization factor أنا عندي هنا ثبته كله low 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 low، وهنا في المجموعة الثانية ثبته كله medium medium، وهنا small small small. فبالتالي أنا بعتبر إنه أنا عندي في 2D عفوا في 2D يعني هذا إنه 2D فام 2D fuzzy associative memory بيحكي انه على سبيل المثال انه لما يكون انه المين ديلي ميديوم، وعلى سبيل المثال انه النمبر اوف سمول بارتس عفوا النمبر اوف سيرفرز لارج، معنى ذلك ان انا عندي الـ number of اللي هي الان حكينا عنها اللي هي الـ number of spare parts اللي هي very small. هذا كلام منطقي انه انا عندي عدد الناس اللي الـ number of servers عدد العاملين اللي بس في التصليح انه عددهم كبير، والمين delay انه medium تمام. طبعا هذا يعني بيكون انه لما تكون انا عندي الـ number of spare parts very small، اللي انا في عندي فعليا عدد كبير من العمال ولكن انه المين ديلي عالي. ايش السبب في ذلك؟ انه انا عندي عدد الـ spare parts very small. في المقابل انه انا عندي على سبيل المثال انه هنا اذا كان انا عندي المين ديلي very short وعدد العمال انا عندي small، معنى ذلك انه انا عندي عدد كبير من قطع الغيار very large انه انا بتكون متوفرة، هذا ادى انه المين delay يكون very short. ف بهذا الشكل انه انا بروح بطلعهم انه ك square فهم 2D fuzzy associative memory بهذا الشكل. فبالتالي زي كأنه انا وروح بطلع كل الاحتمالات، يعني هاي طريق برضو كذلك انه يعني طريقة من الطرق ان انا روح طلعت كل الرولز بهذا الشكل، انه الرولز انا اعتبرتها انا عندي هنا في 2D في السكوير. لسه حنشوف الـ 3D في السكوير، انا في عندي 2 input و 1 output. طبعا انا عندي الـ variables ايش هي، انا عندي حوالي 4 variables انه اذكرك فيهم اللي هم اللي المين ديلي الام و اليوتيلايزيشن البي و اليوتيلايزيشن فاكتور البي و نمبر اوف سيرفرز الاس والنمبر اوف سبير بارتس الام. فما دام انا عندي 4 فاريبلز انه اعتبر انه 2 انبوت وواحده اوتبوت، وهذه انه هو ثبتها بهذا الشكل، او هذه بالاحرى هي اللي ثبتها. ممكن بعد هيك انه يروح يعمل العكس انه ياخد انه هدول اثنين انبوت ويثبت هاي وهكذا تمام. وممكن انه ياخد نظام انه انا يكون في عندي في الثري دي انه انا يكون في عندي ثلاثة انبوت وون اوتبوت بهذا الشكل. فبالتالي انا بروح بطلع كل الكومبينيشنز في حال انه كان انا عندي التو دي تمام. في الـ 2D انه انا بروح بعمل بهاي الطريقة بهاي الكيفية، انه زي ما انتم شايفين امامكم على الشاشة انه انا رحت اخذت انا عندي 2 input تمام وواحد output ورحت ثبت الـ variable هذا تمام. فبالتالي بطلع انا عندي 27 rule، انا عندي هنا 9 rules، انا عندي 3 combinations 3 variables تمام. فبالتالي 3 في 3 بطلع انا عندي 9. هاي التسعة الأولى لما كان أنا عندي الـ utilization factor low،
وبعديها لما يكون ميديوم هاي كمان برضو 9 من 10 ل 18. وبعديها انه التسعة الثالثة انه لما يكون انا عندي اليوتيلايزيشن فاكتور هاي بهذا الشكل. او في خيار تاني انه نشتغل على النظام انه هو 3D بهذا الشكل، انه انا بيكون انا عندي مش سكوير، بيكون انا عندي كيوب. في الكيوب انا في عندي هاي الفاريبل الاول، هاي الفاريبل الثاني، وهاي الفاريبل الثالث. وزي ما انت شايف انه هاي الرسمة انه احنا فرطناها زي هيك، تمام؟ كل واحدة فيها سكوير، 3 سكويرز، تمام؟ عشان هيك انه هو كيوب. فبالتالي هنا very short, short, medium، تمام؟ small, medium, low، تمام؟ هذا الكلام انه الفاريبل ام والاس. اما الرو هنا مرة اختاروا ال، وهنا اختاروا ام، وهنا اختاروا اتش، اللي هم هدول الثلاث شغلات بهذا الشكل. اوكي، طبعا باستخدام اي طريقة انه انا بطلع انا عندي مجموعة من الرولز زي هيك، تمام؟ هي عشان هيك انا بسميها رول بيس واحد، انه انا يعني اخذت انا عندي هنا 2 انبوت وعفوا 1 انبوت و 1 اوتبوت، وهنا البقية هي عبارة عن 2 انبوت و 1 اوتبوت، وانه مثبتة زي هيك. فبطلع انا عندي اكتر من رول بيز بتطلع معايا. لسه حنشوف يعني هذه بدنا نعمل ايفالويشن للرول بيز هاي، ونجرب رول بيز الثانية زي ما حنشوف الايفالويشن. الان نيجي للخطوة الرابعة اللي هي عملية الايفالويشن، عفوا عملية الانكودينج. بروح بعمل انكود للفازي سيتس والفازي رولز، وبروح بعمل عملية انفيرانس، وبروح بستخدم اي اداة من الادوات. ممكن استخدم اي لغة برمجة زي مثلا C++، او بستخدم الماتلاب، في عنده حاجة اسمها فازي نوليج بيلدر، او ممكن نستخدم البايثون زي ما احنا حناخد عملي في المحاضرة الجاية، كيف انه انا بدي ابني فازي اكسبر سيستم باستخدام تول اسمها سايكت فازي، او فازي سايكت. بعد ما نعمل implementation بروح للخطوة اللي بعديها، انه بروح بعمل evaluate وبعمل tune للسيستم. طبعا هذه اهم خطوة واكترها تعقيد واكترها تفصيل واكترها انه بتطلب جهد، انه انا اعمل evaluate للفازي وtune للفازي سيستم، تمام؟ طبعا احنا بدنا نشوف انه هل الرولز هذه اللي احنا عملناها والسيتس اللي احنا عملناها والفاريبلز انه بتحقق المتطلبات تبعتنا، انه اللي احنا حددناها من البداية انه يكون انا عندي المين ديلي قصير نوعا ما، تمام؟ ويكون انه انا عندي كذلك اليوتيليزيشن فاكتور انه عالي مثلا على سبيل المثال. فبالتالي انه بشوف هل حققت المطلوب ولا لا. فبالتالي بروح بفحص زي ما حكينا المين ديلي والنمبر اوف سيرفرز واليوتيلايزيشن فاكتور، هدول الثلاث شغلات اللي انا ركزت عليهم، وهو اللي انا بدي اعملهم بلوت باستخدام الفازي لوجيك تول بوكس. هذا البلوت اللي هو النمبر اوف سيرفرز، تمام، والمين ديلي والنمبر اوف سبيرز. بروح بتطلع انه انا عندي المين ديلي انه هاي الرينج هذا زي هيك، تمام؟ الرينج هذا بتطلع على السيرفس تبعه، انه انا بلاحظ انه المين ديلي انه بيكون انه خلال مثلا هاي المنطقة زي هيك عالي، هيو عفوا انه انا كل ما تحركت انا بهذا الاتجاه، تمام، انه انا بيكون في عندي انه زيادة في المين ديلي، بيكون انا عندي زيادة في المين ديلي انه هاي السيرفس موجود هنا وهنا وهنا بالشكل هذا، تمام. والان انه هذا بخصوص المين ديلي. بروح بتطلع على الفاريبلز التانيين انه كيف وضع السيرفس، انا بكون انا عندي موجود بهذا الشكل، انه هل انا راضي على الاداء تبعه ولا لا. لو انا ركزت مثلا على المين ديلي انه انا بدي اطلع على السيرفس بالمنطقة هذه زي هيك، انه اغلبه موجود انه في المنطقة
يعني بدي اطلع على هذا الرينج زي هيك تمام، على هذا الرينج زي هيك تمام. هنا انه بتطلع انه كل المنطقة هاي زي هيك، انا عندي مساحة كبير من السيرفس انه هي فيها ديلي عالي زي هيك. هنا فيها ديلي اقل، ولكن انه انا عندي النمبر اوف سبير زاد تمام. وهنا في المنطقة هذه انه بيكون برضو النمبر اوف سيرفرز زاد بهذا الشكل. فهذه طريقة من طرق الإيفاليويشن. أنا في عندي هنا دخلت variable جديد اللي أنا ثبتت اللي هو number of spares والmean delay والutilization factor بنفس الكيفية. أنا بشوف إنه السيرفس أنا عندي كيف المناطق تبعه، بشوف الutilization factor هي الرينج تبعه تمام. أنا عندي utilization factor إنه بدي أنا أرفعه، متى بيكون مرفوع؟ بيكون أنا عندي مرفوع بالمنطقة هاي بهذا الشكل تمام، أو بالمنطقة هذه كلها تحديدا زي هيك تمام. في المنطقة هذه utilization factor إنه أنا إيش بده يكون أنا عندي في mean delay، وإيش بده يكون أنا عندي في number of spare parts بهذا الشكل. أوكي طيب، ناخد 3 dimensional plot للرول بيز 2. انه انا عندي طلعت انا اكتر من رول. في الرول الاولى انا عندي اخدت 2 input و 1 output. في الرول بيز 2 انه انا حكيت انه انا في عندي 3 input و 1 output بهذا الشكل. بروح بعمل plot بهذا الشكل، بلاحظ انه انا عندي اللي هو نفس، يعني لو قارنت هذا البلوت نفس الفاريبلز هدول بالبلوت السابق، بلاحظ انه في اختلاف انا عندي في السيرفس من ناحية انه التقييم تمام. وهنا نفس البلوت، بس انا غيرت هنا اليوتيلايزيشن فاكتور لرول بيز 2 وبتطلع على السيرفس انه انا هل انا راضي على اليوتيلايزيشن فاكتور انه يكون في المنطقة هذه انه زي هيك تمام، ولا لا، انه انا بدي اياه انه يكون انه هو عالي. بدي اطلع مثلا على المنطقة هذه، فبالتالي بدي اطلع على الشريح هذا. في الشريح هذا انه انا كيف انا عندي شكل المين ديلي وكيف شكل النمبر اوف سبير بارتس. او ممكن اطلع على المين ديلي بهذا الشكل تمام، اخذ مثلا انه المنطقة هاي زي هيك انه في مساحات مختلفة واتحرك فيها بهذا الاتجاه واشوف انه هل انا راضي عنها ولا لا. اوكي طيب، ممكن انه اي رول بيز سواء كانت واحد او اثنين ممكن ما تحققش المتطلبات تبعتي تمام. فعشان هيك انا بدي الجأ لحاجة اسمها التونينج، او بدي اعمل امبروف للبرفورمانس. يعني على سبيل المثال كيف التونينج انه انا ممكن اسوي؟ ممكن انه انا استخدم additional sets rather small rather large تمام، في اليونيفيرس اوف ديسكورس تبعي في الفاريبل المتعلق بالنمبر اوف سيرفرز، بروح بعمل extend للرول بيز. فبالتالي انه بصير فينا عندي تفصيل اكتر. هذه واحدة من الطرق انه انا ازيد تفصيل اكتر، استخدم additional fuzzy sets. اوكي وهنا رحنا غيرنا في number of server، كان انا عندي سابقا small medium large. الان ايش دخلنا؟ دخلنا انا عندي هنا اللي هو rather small والrather لارج انا عندي كتفصيل اكتر. والرول انا عندي بتكون بهذا الشكل في الكيوب، انه انا عندي هنا صار تفصيل اكتر، بدل ما كان في عندي 3 فازي سيتس صار 4 فازي سيتس. وهنا زي ما انت شايف نفس الفكرة، انه انا عندي هنا لو ميديوم هاي، هذه لللو هذه للميديوم وهاي للهاي للفاريبلز ام وال، انه كل واحدة فيهم قال وقام انه زي هيك انه مثبتة وانه ايش بطلع انا عندي output. بروح بعيد البلوت كمان مرة تمام، وبشوف السيرفس كمان مرة، وبدي اشوف المين ديلي انه كيف شكله، شكل السيرفس تبعه باعتماد الفاريابلز التالتة تمام. وهنا هذا البلوت الثاني، البلوت الاختلاف بين البلوت الاول والبلوت الثاني انه انا غيرت الفاريبل هذا هنا كان number of servers، وهنا
اليوتيلايزيشن فاكتور، باجي بطلع على المين ديلي انه هل هو افضل، تمام، في الرول بيز 3 ولا لا. يبقى انا عندي 3 رول بيز. الرول بيز الاولى انه كان في عندي 2 انبوت و1 اوتبوت. رول بيز 2 كان في عندي 3 انبوت و1 اوتبوت. الرول بيز 3 ايش كان في عندي؟ كان في عندي عدلنا في الفازي سيتس تبعت النمبر اوف سيرفر، انه حطينا فيها رادر سمول ورادر لارج. اوكي، فبالتالي كتلخيص لخطوات التونينج للسيستم، بروح بعمل ريفيو للموديل انبوت والاوتبوت فاريبلز، تمام، وهل انه انا بدي اعمل ريديفاين للرينج تبعهم ولا لا. فبالتالي انه بدي اشوف انه اعدل في الرينجز ولا لا، وممكن اسوي ريفيو للفازي سيتس، تمام، وبدي اطلع اذا كان انه انا بدي احدد اعرف فازي سيتس جديده ولا لا، تمام. والطريقه الثالثه انه بدنا نلعب في الاوفرلاب بين الفازي سيتس، تمام. طبعا الاوفرلاب بتكون من التريانجل للتريانجل والترابازويد للتريانجل، تمام، بتكون بنسبه انه 25 ل 50%. ملخص هذا الكلام باختصار شديد جدا جدا انه خطوات انه كيف اعمل تونينج او ايش هي الاساليب اللي انا اعمل تونينج. اول شغله ممكن اعمل تونينج بالنسبه للانبوت والاوتبوت فاريبلز، انه احدد الرينجز تبعتهم، يعني الرينج تبع يعني في واحده من الفازي سيتس كانت انا عندي من 0 ل 0.7 بهذا الشكل، فممكن انا ازودها مثلا ل 0.8، تمام. هذه واحده من الطرق. الطريقه الثانيه انه انا اعمل ريفيو للفازي سيتس واشوف انه هل انا بحاجه لاضافه فازي سيتس جديده ولا لا. والطريقه الثالثه انه انا العب في الاوفرلاب بين الفازي سيتس ويكون ان انا عندي نسبه التداخل بين 25 ل 50%، ازودها وانقصها واقيس البرفورمانس تبع السيستم. فهذا هو الملخص تبع كيف انه احنا نعمل تونينج للسيستم وكيف احنا نعمل بيلد للفازي سيستمز. طبعا المحاضره الجايه ان شاء الله راح يكون في عندنا تطبيق عملي لهذا الشيء، تمام، انه حناخد اكسبرت سيستم وحنشوف كيف بالطول انه احنا نبنيه، يعني خطوات انه حتكون سهله ستريت، والهدف منها انه يعني استيعاب المفاهيم النظريه اللي احنا شرحناها في المحاضره هذه. وراح يكون في علي اساينمنت من ضمن التكليفات النهائيه معايا انه انا يعني ابني فازي اكسبرت سيستم، تمام. بتمنى انه تكون المحاضره واضحه بالنسبه لكم، وان شاء الله بدي اعملكم جلسه نقاش انه اجاوب فيها على استفساراتكم لو كان في عندكم اي استفسارات. يعطيكم العافيه.